ده قلنا ده ليه مزايا تانية، بس اللي احنا هنستخدمه النهاردة في الشرح بتاعنا هو ده، اسمه سايفون بلس هاندلر. البرنامج ده هكون سايب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن اسفل الفيديو. طبعا البرنامج ده شغال ومضمون 100%، وهنجربه مع بعض دلوقتي. طيب انت عشان تشغل البرنامج ده هتعمل ايه؟ اول حاجة هتنزله، بعد كده هتدخل على الاعدادات بتاعة الموبايل بتاعك عشان هتغير شوية حاجات، لان انا قلت لكم ان الثغرة دي هتعتمد انك هتغير البروكسي والبورت، مش بس في البرنامج، لا انت هتغيرهم في السيتنجز بتاعة الموبايل بتاعتك نفسها. فانت اول حاجة هتجيبها السيتنجز كده او الضبط علشان تغير الاعدادات. اسف لو الصوت عندي واطي شوية، انا لسه صاحي من النوم اصلا زي ما شايفين، الساعة 6:10، بس ان الفيديو جاب 15,000 مشاهدة في اسبوع واحد، فدي حاجة فرحتني، فقررت ان انا انزل لكم الفيديو الجديد. قلنا اول حاجة هتجيب الضبط، بعد كده هتجيب مور، بعد ما تجيب مور هتجيب موبايل داتا، بعد كده هتجيب الاكسس بوينت اللي هي قبل الاخيره دي، هتجيب الاكسس بوينت. بعد ما تجيب الاكسس بوينت، انت فودافون طبعا، فودافون انترنت، لو انت الموبايل بتاعك سامسونج هتضغط عليها كده بس هتجيب لك الاعدادات، اما لو الموبايل بتاعك هواوي على حسب كل موبايل هتجيب علامه التعجب اللي على اليمين دي كده عشان تجيب لك لوحه الاعدادات دي. بعد ما تجيب لك الحاجات دي هتيجي على كلمة بروكسي اللي هي لو انت عامله عربي هتلاقيها التالتة من فوق، هي دي بروكسي. بعد ما تجيب كلمة بروكسي انت هتلاقي مش مكتوب فيها حاجة خالص، هتكتب فيها زي ما انتوا شايفين كده 127.0.0.1، هتكتبه كده 127.0.0.1، تكتب كل حاجة بالظبط. بعد ما تكتبها تعمل اوكي. تمام يا شباب، هنعمل اوكي. بعد كده هتيجي على البورت اللي هي الرابعة اللي تحتها على طول، هتعملها 8080. تمام، يبقى احنا بس ده كل اللي هتعمله في الضبط. هتجيب البروكسي هتعمله 127.0.0.1، والبورت هتعمله 8080 بس كده. وبعد كده طبعا هتعمل سيف، تحفظ ما تطلعش كده وخلاص، هتعمل سيف وبس. هتيجي تدخل على الاعدادات دي تاني هتلاقيها اتحفظت عندك، البروكسي جاب لك كده والبورت جاب لك كده. تمام، بعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده هتيجي على البرنامج تفتحه. البرنامج ده اللي انا هكون سايب لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن اسفل الفيديو، هتحمله وتفتحه